السلام عليكم. هذه طريقة إدخال أمر تحويل داخلي من الفروع أو من المستودع الرئيسي، وهي إحدى الطرق، حيث أن الطرق الأخرى من خلال الريكويزيشن أو كاستمر أوردر، التي يمكن من خلالها إنشاء عدة أوامر تحويل من عدة فروع، ولكن في النهاية ستقودنا إلى أمر التحويل أو أمر الشراء الذي يجب أن يتم معالجته بهذه الطريقة التي سيتم شرحها الآن. للدخول إلى أمر الشراء ندخل على النافيجيتر، Procurement، ثم Order، ثم Purchase Order. هذا هو أمر الشراء الذي يعتبر أمر شراء من فرع أو من المستودع، أي أمر تحويل داخلي. إذا الطرق الأخرى هي من خلال Requisition هنا، Purchase Requisition، أو من خلال أوامر البيع، سيلز اوردر التي رأيتموها سابقا، كاستمر اوردر. يمكن من خلالها ادخال عدة اوامر تحويل او طلبات من عدة فروع، ولكن في النهاية كما قلت ستقودنا الى الكاستمر البرشيز اوردر هنا، الذي سنقوم ب حيث يجب ان نقوم بالخطوات نفسها التي سنقوم بها الان. لادخال امر شراء نقوم بالضغط على اوردر نمبر وجديد زائد او اف 5. السبلاير هو الفرع الذي نريد الطلب منه. سبلاير، نضغط على سبلاير وقائمه، نختار الفرع الذي نريد الطلب منه. هذه فروع قسم الفروع التي يمكن الطلب منها، يظهر الان بي اي وبي اس، نريد ان نطلب من فرع بي اس فقط، ثم نقوم بحفظ الامر الشراء. نلاحظ هنا ان السبلاير بي اس تم الحفظ، والسبلاير بي اس والفرع الذي انا اطلب منه هو بي ام تي، وحالة امر الشراء بلاند، اي في حالة الادخال او التخطيط. الان لادخال الاصناف كما تعرفون نضغط على زائد، ثم نختار الصنف من خلال البحث او من خلال القائمة، مثلا صابونات ابل سينامون، نختار الكمية مثلا 3، ثم نقوم بالحفظ. قد تظهر بعض الرسائل لأن هذه نسخة تجريبية، ولكن يمكن تجاهلها، سيتم معالجتها في النسخة الدائمة. الآن نقوم بعمل ريليز للأوردر، رايت كليك ريليز، this will release the purchase order. اوكي. الآن يقول لنا أن البرشيز أوردر يحتاج إلى authorization، موافقة من مدير الفرع. طبعا يقوم مدير الفرع بالموافقة باعتبار أن مدير الفرع قام بالموافقة عليه. يقوم بالدخول على authorization هنا، ويحتاج الموافقة، right click authorize acknowledged. سأقوم الآن بتخطي الموافقة هذه المرحلة. تحديث، ما زال في مرحلة بلاند، يجب أن نقوم بالعمل ريليز مرة أخرى بعد الموافقة. رايت كليك ريليز، أوكي. هذه الرسالة يمكن تجاهلها. الآن ريليز البرشيز أوردر ريليز، تحديث، ثم يجب إرسال أمر الشراء أو التحويل إلى الفرع الذي نطلب منه عن طريق رايت كليك، ونقوم بإرسال سند أوردر. إذا هذا هو الأوردر نمبر 109 نهايته، أوكي. الآن نلاحظ هنا أوردر سنت، تم إرسال الأوردر. الآن يمكن هناك عندك خطوات متعددة يمكن عملها، منها مثلا متابعة هذا الأوردر، نقوم بالضغط على الصنف رايت كليك، والدخول على سبلاي تشين أوردر أناليسيس، وسيكون هناك تقارير أخرى لمتابعة التحويلات، ولكن هذه الطريقة الجاهزة البسيطة، Supply Chain Order Analysis. نلاحظ هنا هذا الأوردر نمبر، نلاحظ هنا الخطوات المتعلقة به، الأوردر نمبر 109 حالته ريليز، أنا في الموقع أو الفرع PMT وأطلب من PS الكمية 3. وهنا نلاحظ يمكن تتبع، ستظهر هنا الكميات في حال
عند الموافقة أو الحجز أو حتى الديليفري عند استلام التحويل. السطر الثاني هو عبارة عن Incoming Customer Order، سيظهر عند الفرع المرسل. الآن هو في حالة Required Approval. الآن سأقوم بالخطوات التي هي تعتبر من مهام الفرع المرسل. يقوم بالضغط مثلا عليه Incoming Customer Order، يظهر له هنا التحويل القادم، التحويل المطلوب منه. يقوم بالموافقة، موافق، والعودة. نلاحظ هنا أنه في حالة تم إنشاء Customer Order في حالة Blank، أي هذا الأوردر الأولاني هو الطلب من الفرع PMT، والآن يظهر عند PS كطلب من عميل أو طلب من فرع. ما زالت هذه خطوات الفرع المرسل Customer Order. الآن يقوم مثلا بالموافقة، الكمية المطلوبة 3 مثلا، يريد الموافقة على كمية 1. يقوم بالحفظ، ثم يقوم بعمل خطوات اللي هي ريليز والكريت بيك ليست والتسليم. يمكن عملها من هنا مرحلة مرحلة، أو يمكن الذهاب إلى أوردر فلو هاندلينج. يظهر له هنا النكست ستيب هي ريليز، نضغط عليها ريليز، تحديث، تظهر هنا نكست ستيب ريزيرف، برنت أوردر كونفرميشن أو ريزيرف. يضغط بزر اليمين ريزيرف، يأخذنا إلى شاشة Reserve Customer Order. مرة ثانية Right Click Reserve، This Select Order will be reserved. أوكي، نضغط. نلاحظ هنا في Reserve لا يظهر أي شيء. نقوم بالعودة إلى Quick Order Flow Handling، تحديث، يظهر هنا Create Pick List. أذكر هنا خطوات هذه للفرع المرسل أو المستودع الفرع المرسل. Report Reserved Quantity as Picked. أوكي، الآن الخطوة التالية Deliver، على افتراض أنا سأقوم بالتسليم، المستودع سأقوم بالتسليم، Deliver، أوكي. إذن الآن الخطوات تمت بالنسبة للفرع المرسل. لو عدنا مثلا إلى Supply Chain لمتابعة التحويل ونقوم بالتحديث، يظهر هنا لدينا أن التحويل أنا طلبت 3 حبات وقام بالموافقة على حبة، والكمية المسلمة delivered quantity 1. الآن يقوم المستودع الخاص بي، أنا مستودع فرع PMT، باستلام التحويل. سأقوم بعملية الاستلام، وهي عملية في الباك جراوند، وهي عملية تخص المستودع الخاص بفرع PMT. الآن نلاحظ أنا قمت بالاستلام بالنيابة عن مستودع فرع PMT. سنلاحظ هنا لو عملنا تحديث، سيظهر الآن أن الكمية المطلوبة 3 وArrived، وصلت الكمية 1. لو عدنا الآن إلى أمر التحويل الأساسي اللي هو 109 أو أمر الشراء، يمكن من هنا العودة إليه أو من خلال Navigator هنا كما تعلمون، Purchase Order اللي هو 109، ولكن سأستخدم هذه الطريقة. Right Click هنا Purchase Order، يأخذنا إلى أمر التحويل. نلاحظ هنا لو قمنا بالتحديث أن الكمية عفوا لا تظهر هنا، يظهر هنا في الحالة received. الآن الكمية موجودة في المخزون عندي، وشكرا.